مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين. حلقتنا الليلة حلقة خاصة بمناسبة الأحداث التي جرت في البحرين، وحبينا أن احنا نطلع على آراء وخلفيات الأحداث من منظور غير بحريني اليوم، من منظور الولايات المتحدة الأمريكية خاصة، وأن كان لها كثير من يعني الاطلاع وإبداء الآراء حول ما جرى في الأحداث الأخيرة في البحرين. ضيفتنا الليلة هي السيدة ستيفاني ويليامز القائم بأعمال السفير الأمريكي. مرحبا فيك. مرحبا بكم ومساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأريد أن أحيي مشاهدي الكرام في تلفزيون بحرين وأشكرك على هذه فرصة ذهبية لنتبادل الآراء ولتفسير يعني أنا السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. شكرا. رحنا يعني فاصل إن شاء الله ونرجع لكم. سيدة ويليامز، أسئلتي كثيرة وراح أستغل كل الوقت، فبدون مقدمات راح نبتدي في أن البحرين والولايات المتحدة الأمريكية يعني دولتين لهم علاقات تاريخية منذ أكثر من نصف قرن، بنيت على المصالح المشتركة وعلى علاقات أيضا حتى شخصية على مستوى الرؤساء في الدولتين. نحب نسمع من وجهة النظر الأمريكية تقييمك لهذه العلاقات. وكما فضلت أنه نتمتع البحرين والولايات المتحدة يعني نتمتع بعلاقات راسخة ومتينة، وكما قال الرئيس يعني في خطابه الأخير إحنا ملتزمين يعني بأمن واستقرار البحرين. وكما تعرفين أنه ترجع علاقاتنا إلى أكثر من 100 سنة مع تأسيس مستشفى الإرسالية الأمريكية في البحرين، والذي أريد أن أقول يعني في هذا الصدد أنه علاقاتنا في هذا الزمن يعني كان العلاقات ما بين الشعب. وفي الحقيقة أنه علاقاتنا كانت على مستوى الشعب يعني حتى نصف القرن الماضي، وتم اكتشفت يعني شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا مثلا النفط هنا في البحرين يعني في 1932، ويعني تعززت يعني العلاقات يعني في القرن العشرين مع وصول البحرية الأمريكية إلى مياه الخليج يعني في أواخر الأربعينات، وطبعاً لا ننسى ابدا الدور المهم الذي لعبته يعني البحرين في عملية لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. وأعتقد أنه الجدير بذكر أنه تكثفت علاقاتنا وشراكتنا يعني بشكل جدي يعني جد مع تولى جلالة الملك يعني بالحكم في عام 1999، ومع إطلاق يعني مشروع الإصلاحات يعني هنا في البحرين. وعندنا ناهيك أنه عندنا علاقات يعني عسكرية قوية جدا، وطبعا تم تصنيف مثلا بحرين كحليف خارج دول ناتو في 2002، ونقدر يعني نقدر جيدا انه قيادة يعني بحرين في القوى المهام المشتركة ما يسمى CTF 152 في أفغانستان، وأيضا لمكافحة القرصنة.
ويعني هذه القيادة مهمة. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر للبحرين كحليف استراتيجي قياسا بهاي التاريخ الطويل من المصالح المشتركة والعمل أيضا المشترك. نعم. لك أنت شخصيا أيضا تجربة خاصة في البحرين. نعم، كنت ساكنة في بحرين في التسعينات يعني ولمدة سنتين، ورجعت يعني إلى البحرين لأخذ يعني هذا المنصب يعني في السفارة الأمريكية. لكن أنا كنت يعني محظوظة جدا، لأن درست لمدة 8 أشهر في جامعة البحرين من أغسطس 2009 إلى مايو 2010، وهذا والله كانت يعني تجربة جميلة جدا، وأشكر رئيس جامعة البحرين على دعمه يعني في هذه التجربة جديدة للسفارة. تعلمت العربية نعم لا في البداية، وهذا يعني قبل أكثر من 20 سنة، درست اللغة العربية في جامعة جورج تاون في واشنطن في برنامج ماجستير، ثم في تونس، ثم في معهد اللغة العربية في تونس، وبعد 10 سنوات هنا في البحرين. أنا والله أنا محظوظة جدا في هذه التجربة. حلو، إذا أنت يعني البحرين ليست جديدة عليك، شفت قدمتي في التسعينات أيضا. نعم. من 91 إلى 93. نعم. عملتي في القطاع الخاص في نعم. شركة. في شركة يعني شركة فورتشن برومو 7. نعم. فالبحرين نعم. تعرفينها منذ التسعينات. نعم إلى الآن. إلى الآن. نعم نعم. يعني هذا راح يساعدنا، لأن إحنا حلقتنا الليلة أنا حملت من المشاهدين بكثير من الأسئلة حول الأحداث الأخيرة تحديدا، أرادوا أن يفهموا ويعرفوا موقف الولايات المتحدة الأمريكية. يعني شاب بعض اللبس والالتباس حول هذا الموقف، فنريد أن نستوضح الآن في هذه الحلقة كيف نظرت الولايات المتحدة إلى ما حدث. لكن قبل أن أسألك عن البحرين، سؤالي هو التظاهرات والاحتجاجات حق مشروع لكل دول العالم الديمقراطي خاصة، هناك أمور تنظيمية لهذه الاحتجاجات والمسيرات، يعني لا توجد دولة تعطي هذا القانون الحق بدون ضوابط. سؤالي هو في الولايات المتحدة الأمريكية ما هي ضوابط هذه الاحتجاجات، سواء كانت مسيرة ولا كان اعتصام في مكان بأي شكل من أشكال التعبير؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال الممتاز، وأعتقد مهم جدا لنأخذ بعين الاعتبار أنه في أمريكا نعتبر يعني الدستور وتعديلات للدستور المرشد الأساسي في كل هذه الأمور. ومثلا التعديل الأول للدستور الأمريكي يضمن حق يعني في حرية التعبير، نؤمن بحرية وحق حرية التجمع السلمي والمظاهرات السلمية. ومثلا يعني ممكن في كل يوم من الأيام نشهد يعني خارج وزارة الخارجية في واشنطن مظاهرات، وأيضا خارج يعني بيت الأبيض وخارج المحكمة العليا وخارج يعني كونغرس، وهذا يعني شيء طبيعي. وطالما هل يكون يعني هذه مظاهرات يعني سلمية ونعتبرها يعني وسيلة ممتازة للتعبير عن الرأي. هل يتدخل الأمن لفض يعني هذا النوع من التجمعات في أي حالة يتدخل الأمن عندكم؟ لست متخصصة يعني في كل هذه الإجراءات، يعني بس كقانون يعني
حسب معلوماتي مثلا يعني في العاصمة في واشنطن دي سي في حالات يعني خاصة أو معينة يكون هناك إجراءات خاصة لمنظمين المظاهرات والاحتجاجات مثلا إذا يريد منظم مظاهرة وفي هذه المظاهرة أكثر من 25 شخص وهذه المظاهرة يكون على الساحة يعني ما يسمى the national mall وهذا يعني ما بين الكونغرس الأمريكي وواشنطن مونيومنت لازم يكون هناك يعني ترخيص خاص وأيضا إذا تم إغلاق أي شوارع يعني في العاصمة إنه لازم يكون هناك يعني ترخيص يعني من السلطات ولكن أعتقد المهم إنه من المبادئ يعني الأساسية لدعم يعني حق التعبير. إحنا حدثت عندنا في الآونة الأخيرة وكنت أنت موجودة في البحرين رح نشاهد وإحنا نتكلم مشاهد حول هذه الأحداث الأخيرة التي حجرت في البحرين. يعني أنا أريد أسأل يعني لو حصل هناك ضوابط مثل ما أنت قلتي يعني سد الطرق مثلا مثل هذا اللي نشوفه في على الشاشة الآن أو حدوث تخريب مثلا في احتلال لمستشفى عام على سبيل المثال وغلقه أو سد أو في الجامعة التي حصل من أحداث عنف يعني في الولايات المتحدة الأمريكية كيف يتصرف القانون في هذه الحالات؟ طبعا إحنا نحترم يعني حق يعني من كل الحكومات في العالم عن سيادة القانون وتطبيق القانون سواء كان في أمريكا أو في أي دولة أخرى هذا يعني ثابت يعني هذا مبدأ ثابت ويعني وردت عبارات أحيانا في تصريحات بعض المسؤولين أنهم يعني ينصحون بعدم استخدام القوة في فض الاشتباكات أو أن هذه احتجاجات سلمية أو يعني هل ما ترينه أنت هذا جائز مثلا في هذا في المستشفى يعني هل يسمح بمثلا إقامة ندوات وحمل الميكروفونات في المستشفى هل هذا مسموح في الولايات المتحدة الأمريكية؟ كما قلنا إنه كنا ندعو إلى كل الأطراف لتجنب العنف وإحنا يعني ملتزمين بحق المظاهرة السلمية وعدم استخدام العنف من أي جهة هذا يعني مبدأ يعني مهم جدا أنت تقولين من أي جهة الآن لو يصادف في الولايات المتحدة الأمريكية نوع ويرفض الذي يحتل مستشفى من هالنوع أن يعني يرحل بالدعوة السلمية ألا تستخدم القوة في فض الاشتباك في منع العنف عن الآخر في حماية الآخرين ألا تستخدم القوة؟ طبعا إنه نحترم مسؤولية وحق الحكومة لتطبيق القانون وهذا يعني حاجة ماسة يعني موقفنا يعني واضح من سيادة القانون وحق الحكومة البحرينية لضمن الأمن والاستقرار داخل حدودها أيضا استخدمت عبارة القوة المفرطة القوة المفرطة دائما تستخدم حتى في تقارير السفارة الأمريكية أيضا هناك تعليقات حول طريقة تعامل الأمن مع المحتجين بأنها قوة مفرطة هل تعتقدين أن ما جرى في البحرين من رجال الأمن كان استخدام مفرط للقوة؟ كما قلت وكما قال يعني المسؤولين ماذا ندعمه هو يعني الحق في التعبير والحق للمعارضة أو الاحتجاجات السلمية وفي نفس الوقت يعني نحترم يعني مسؤولية وحق الحكومة لتطبيق القانون تطبيق القانون تحترمه لكن أن حين يتم التعليق أنها قوة مفرطة من له حق التقييم أن هذه القوة مفرطة أو لا
يعني أنتم تكتبون في التقرير أو حتى أحيانا التصريحات التي تصدر من مسؤولين تقيم هذه القوة أنها مفرطة، فكيف يتم التقييم؟ يعني خليني أعطيك مثل، الآن أنتم في العراق أو في أفغانستان قتل كثير من المدنيين، فهل هذه قوة، أليست هذه قوة مفرطة؟ أنتم تستهدفون مثلا بعض المحتجين أو الأعمال العنف أو الإرهابيين، لكن أثناء العمل في الميدان تذهب ضحايا من الميدانيين. ومؤخرا سمعنا كرازي يعترض على كثرة تعداد ضحايا المدنيين في أفغانستان، أليست هذه قوة مفرطة؟ وأريد أن أقول أنه إحنا إذا في حالات يعني من مثل هذه نقوم بتحقيقات شفافة ومفتوحة ونعطي يعني المسؤولية. إذا في خطأ يعني إحنا مفتوح، إحنا صريحين عن هذا. ولكن يعني هو يعني لا أحد يقيم هذه القوة إن كانت مفرطة أو لا من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. هم المسؤولين الأمريكيين هم الذين يقيمون، وخاصة من يكونون في الموقع نفسه. وأريد أن أقول أن عندنا يعني ما بين الحكومة الأمريكية وما بين الحكومة البحرينية يعني عندنا حوار مفتوح وسريع عن كل هذه يعني القضايا، وكما فلت إنه نحترم يعني حق الحكومة البحرينية في تطبيق القانون ويعني نشجع يعني الإجراءات التي اتخذت يعني الحكومة لتم في تحقيق يعني في بعض الحالات يعني لسوء المعاملة يعني الذي سمعنا عن فيما يخص يعني المراسلين أخيرا، وأيضا عن التحقيق إلى يعني الموت يعني في السجن يعني والاحتجاج على بعض الحراس يعني، وهذه يعني إجراءات مثل ما أنتم تحققون في تجاوزات بعض الأفراد. يعني نحن أيضا يعني منفتحين مثل ما ذكرتي، ولدينا إذا في تجاوزات من أفراد ليست نظام ومنهج وليست تعميم على، فمن حق نتفق أولا أنه من حق استخدام القوة لفضل الاشتباكات، فيعني والتقييم لا أعتقد أنه ممكن لغير من هم في الموقع. خلينا ننتقل إلى أيضا قوانين الولايات المتحدة الأمريكية في احتلال المواقع الهامة، يعني مثل عندكم وول ستريت مثلا، شارع هام حيوي، عندكم تايم سكوير مثلا موقع مهم في الدولة، عندنا في البحرين مثل ما شاهدتي تم احتلال موقع وهو دوار اللؤلؤة. ما أعرف إذا كان هذا خلينا نشوف يعني ونسمع التعليق أيضا من هذا ما جرى في هذا أحد المقبوض عليهم الآن والمتهمين، هذا في دوار اللؤلؤة، هذا في دوار يعني هذه الاحتجاجات لو حدثت في وول ستريت كيف يتصرف الأمن؟ يعني هل يترك بهذا الشكل؟ هذا للشرح فقط، هو أحد رجال الدين داخل السيارة الآن شرطي، وهو يسميه الأسير مصطلح يستخدم في الحروب يعني، وهو يسمي ويقول أن نحن سلميون. هل ترين مشهد سلمي؟ ما أريد أن أكرر وقلنا هذا مرارا وتكرارا، والمهم على كل لتجنب استخدام العنف،
سواء كان من قبل المتظاهرين أو من قبل السلطة. وأعتقد أنه ما نراها الآن هي يعني ظروف يعني ورأينا يعني إجراءات يعني إيجابية مؤخرا وفي ما رف يعني حالة السلامة الوطنية ودعوة يعني الملك جلالة الملك للحوار بدون يعني شروط ومباشر بدأ من أول يوليو ونعتقد أنه موقف جيد. لكن هو الذي الآن أنا اللي أريده أن أنقل الاستفسارات الناس حول هل الإدارة الأمريكية تصلها معلومات تفصيلية عما حدث، بمعنى هل مشاهد من هالنوع تم مثلا حتى بالنسبة لكم تقييمها بشكل سليم ورفعها إلى المسؤولين؟ لما تتكلمون عن احتجاجات سلمية، لا أعتقد في إنسان في أي مكان في العالم يرى هذا المشهد ويصفه بالسلمية. هل ممكن تصفين هذا المشهد بالسلمية؟ كما لا تكلم عن المبدأ، أريد تعليقك على الصورة اللي شفتيها. طبعا حصلنا على معلومات من مصادر يعني مختلفة وكررنا ومرارا وتكرارا انه لازم ان يكون هناك مظاهرات يعني سلمية. طيب احنا لا نتفق لا نختلف عفوا حول المبدأ نفسه. نعم. واحنا عندنا قانون في البحرين للتجمعات والمسيرات فيه ضوابط بسيطة لا أعتقد تختلف عن الضوابط اللي موجودة في أمريكا. الضوابط مثلا أن لا يكون التجمع صباحا قبل السابعة أو بعد الثاني عشر ليلا، هو موجود عندكم أيضا. أن لا يكون في موقع أمام مستشفى مثلا أو أمام مطار أو وهو نفسه اللي موجود. احنا ضوابطنا ثلاثة أو أربعة. قانون التجمعات عندنا لا حتى يعني يعطي فقط اختار، يعني نحن سنظهر، لا يطلب حتى ترخيص من الجهات الأمنية. إلى هذه الدرجة قانون التجمع في البحرين عندنا متطور يعني. وهذا يعني الضوابط موجودة في كل مكان، ومع ذلك سمح في هذا المشهد اللي شفتيه شهر ونصف كامل هذا المشهد تم موجود هذه الجموع في أهم منطقة تجارية أو حيوية في البحرين. هل يسمح في البقاء شهر ونصف بهالعدد بدون ترخيص في أمريكا؟ أعتقد أنه يعني كانت هناك بعض المظاهرات المرسخة في هذا الوقت، ليس كذلك؟ نعم. وكما قلت انه طالما ان يكون هذه يعني مظاهرات يعني سلميه، اذا كانت سلميه، لكن اذا كانت هل ترين سلميه الان؟ سنشوف كيف سد الشوارع. هذه الشوارع تتجه الى المرفأ المالي. اريد ان اكون واضح وتم غلقها. لا ندم يعني لا هاي مش المرفأ المالي، في غيرها كان في حول المرفأ المالي. هل يسمح بغلق الشوارع؟ نعترف انه الحال يعني الوضع في ذلك الوقت كانت وخاصه في منتصف شهر مارس يعني كنت هنا وموجوده، وانه الوضع كان مخيف. كان نوع من الفوضى. ويعني نحترم يعني إن هذا من حقوق الحكومة البحرينية لتطبيق الأمن والاستقرار ولرجع يعني الحال إلى يعني الطبيعية يعني. هل تم نقل هذه الصورة إلى الإدارة الأمريكية بهذا الوصف أنه وضع مخيف؟ نعم. من تسبب بهذا الوضع المخيف؟ كان الأمن غير موجود حتى في الشوارع في هذه الفترة. نعم كان مساعد وزير الخارجية جيفري فيلتمان هو كان موجود هنا، وشاهد أن الأمن غير موجود في الشارع، ابتعد يعني حتى رجل المرور لم يكن موجودا. أنا وهو كنا مع بعض في مطار وجلسنا هناك يعني لأن تم صد يعني الجسر يعني لمدة ساعتين، ويعني
أدركنا جيدا أنه هل هذه تعتبر ممارسات لجماعة معارضة؟ لا أريد أن أعتقد أنه هذا السؤال مناسب للحكومة البحرينية لتصميم. بس هؤلاء من تطلبون أن نخاطبهم ونحاورهم؟ نعتقد أنه ندرك أن الأمور والوضع في البحرين في منتصف شهر مارس كان متوتر، كان غير آمن، وأعتقد أنه كما قلنا أنه الظروف في ذلك الوقت كانت مخيفة. طيب، بالنسبة لهذه الجماعات التي احتلت الدوار، وكما شاهدنا أعلنت من خلالها هناك إعلان الجمهورية، إذا كنت متابعة للحدث، إعلان الجمهورية الإسلامية في نهاية شهر مارس، كان بدأنا نسمع عن الجمهورية الإسلامية وهناك فرض ائتلاف من الجماعة هذه المعارضة، كونت ثلاث حركات غير مشروعة غير مرخصة. سؤالي هو، لو هذه الجماعات واحتلت التايم سكوير مثلا وبقيت شهر ونصف إلى ثم جاء من يعلن من هذه المكان قيام جمهورية الولايات المتحدة الكاثوليكية وطلب وأن هذه الجماعات تطالب بأن تتبع الولايات المتحدة الأمريكية باب الفاتيكان، كيف سيكون التعامل مع هذه الجماعة؟ أعتقد أن هذا السؤال افتراضي جدا. صحيح. ولا لا عندنا علاقة بهذه الجماعات، يعني لو في جماعة لو وجدت غير المرخصة، يعني مرخصة عندكم في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك جماعات متطرفة تحدث تظهر بين الوقت والآخر، كيف يتم التعامل معهم؟ تحت يعني سيادة القانون، نطبق القانون، وهذا من حقوق الحكومات في كل أنحاء العالم. الرئيس أوباما في خطابه قال أن وصف المعارضة بأنها احتجاجات سلمية، ويطالب حتى بأن يطلق سراح المسؤولين عن هذه الاحتجاجات كي يتم الحوار معهم. سنرى الآن بعض الممارسات لهذه الاحتجاجات في غير الشارع أيضا، يعني إذا كان أي نشوفها مع بعض. هاي في شارع أمام المرفأ المالي، هذه تم دهس أحد رجال الأمن، وفي مشهد آخر هذا أيضا على عند كوبري مجمع السيف. إذا نستعرض اللقطات بشكل أسرع بعد، في صور هاي الصور، هاي رجال الأمن هم اللي يهربون على فكرة، سيارات رجال الأمن، و في صور أيضا، مش فيديو، لا صور للآسيويين إذا كنا نعرضهم الآن. تم ترويع ليس رجال الأمن فقط لكن المدنيين، إذا تحط لي الصور هذا أخف الصور، هذا أقل الصور الخفيفة، ليست هاي أيضا هذه الصور، يعني لو سمحت مو بالفيديو، أريد صور اللي تعرضوا لإصابات من هذا. شفتي هذا المشهد؟ نعم. نعم.
هذا توفى. هذا أحد أعرف. وفي العمال الآسيويين هاي اللي تم دحسه. هذه في مركز السلمانية الطبي، المرضى الآسيويين كانوا مكبلين من الخلف. شوفي مكبلين اليد. وفي صور أخرى، يعني مش الفيديو، لا الصور اللي هذا هو يتكلم. هذه في صوت ولا ما في؟ هند فينجرز also maybe still here to go on to this. طلعوا أصابع أحد الآسيويين. كلمة هاي jumping. It's another building. The event was jumping. Then putting and still and go inside. Yeah, still jumping now. Still suddenly coming inside. Still in doctor, no importance and answer. They're coming, these people. These people will cover this. هل كنت تشاهدين تلفزيون البحرين في الفترة؟ نعم، من فترة إلى آخر طبعا نتفرج على كل شاهدتي هاي المقاطع من قبل؟ نعم، هذا مقاطع نعم من قبل. مشاهد أخرى وفي مشاهد مخيفة، يعني مع الأسف من هذه الفترة في مشاهد مخيفة كثيرة، ونأمل إن يعني في المستقبل ومع بعض يعني هذه الإجراءات الإيجابية وقد يعني تمهد يعني الطريق إلى تلبية يعني تطلعات الشعب البحريني. وأعتقد أنه مهم لنرى إلى المستقبل، نرى إلى. طيب الآن هناك يعني مثل ما شاهدنا هذه المقاطع، في الرئيس أوباما أيضا يقول أن هناك اعتقالات جماعية وقوة مفرطة يتناقضان مع الحقوق العامة لأبناء البحرين، وأن ذلك لن يؤدي إلى اختفاء المطالب. الرئيس أوباما يعني يحتج أو لم يعجبه أن هناك اعتقالات جماعية مفرطة. نذكر أنه الولايات المتحدة الأمريكية بعد الأحداث 11 من سبتمبر ظهر هناك قانون الباتريوت أكت، وفي من خلال هذا القانون تم وبموافقة غالبية من الكونغرس أعطي الحق للاعتقالات بدواعي الأمن، وتم اعتقال 1200 شخص خلال أسبوعين في الولايات المتحدة الأمريكية تحت مظلة هذا القانون. أليست هذه أيضا اعتقالات مفرطة؟ لا أريد أن أقارن يعني ما بين هذا الوضع يعني في أمريكا وفي ذلك الوقت والآن. أعتقد إنه الرئيس أوباما كانت يعني واضح عن من حق يعني الحكومة البحرينية لأنها يعني مصلحة شرعية في سيادة القانون، ويعني نعتقد إنه إحنا يعني وإحنا هذه حقيقة ثابتة إن إحنا ملتزمين بأمن واستقرار يعني البحرين، وهذا النقطة المهمة هنا. وإنه إذا تم تحديد من أي جانب إلى أمن أو استقرار البحرين نرفض هذا يعني تماما. إذن الخطاب حين يقول أن هناك اعتقالات مفرطة أو حين يقول أن يجب إطلاق سراح يعني بعض المعتقلين، ألا تعتقدين أن هذا تدخل في القضاء البحريني وفي الأمن البحريني؟ كيف يعني
يعني كأن متناقضين هذا القولين. لا أعتقد إنه هذا يعني حوارنا مع الحكومة البحرينية يعني مفتوح مع نقول يعني علنا نقول في اللقاءات الخاصة. ونعتقد إنه كما قال الرئيس يعني نظرا إلى ما نراها يعني هنا في البحرين الآن يعني في الفترة المقبلة بدء الحوار، ونعتقد إنه على كل ليحضر البيئة للحوار جاد وشامل. طيب. ومن هذا إنه البيئة يعني قد يكون أحسن، وطالما يكون هناك يعني بعض من المعارضة الشرعية تحت الاتكال يعني ممكن البيئة لن يكون يعني على المرحلة. كيف تصنفون المعارضة؟ هل من يقدم لكم مثلا الفيزيتنج كارد بطاقته بأنه مكتوب عليها معارض يصنف؟ هل من يمارس هذه الأعمال أو يكون مسؤول عن هذه الأعمال تصنفونه معارض؟ لا اوكي، انه في 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 جهات في جمعيات مرخصة هنا في البحرين، ممثل يعني في تمثيل في البرلمان أو كان في تمثيل في البرلمان ما يسمى المعارضة، وفي جمعيات يعني غير مرخصة وليس عند السفارة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية أي علاقة بهذه الجمعيات. طيب المعارضة الآن هي التي ممثلة في البرلمان، لو ارتكب في الكونغرس في حزب ديمقراطي وحزب جمهوري وأيا كانت الإدارة وهناك الحزب الآخر، أفراد من هذا الحزب الآخر المعارض عندهم حصانة، وإحنا عندنا أيضا النواب له حصانة، لكن في حال تم ارتكاب أمر مخالف للقانون ترفع عنه الحصانة ويحاكم، هل تأتون وتحاكموا يعني أحد يطلب إطلاق سراحه لأنه من المعارضة والتحاور معه؟ هناك مخالفات جنائية ترتكب أحيانا، جرائم جنائية يرتكبها أحد أعضاء الكونغرس، ممكن هل يوجد هناك اتهامات؟ لا أنا أعطيك افتراض. افتراض على فرض على فرض نفترض يعني لنفترض أنه من الحزب المعارض وارتكب مخالفة مرور أو ارتكب جريمة قتل مثلا لنفترض، هل لأنه من الحزب المعارض ومرخص لا يحاكم؟ أبدا، أنه إذا تم يعني انتهك قانون يعني من حق الحكومة والسلطة يعني لتأخذ يعني هذا الشخص إذا كان في كونغرس في البيت الأبيض في وزارة الخارجية إلى محكمة، هذا شيء واضح جدا. إذن إحنا نتفق أنه ليس لأنه معارض فيطلق سراحه لأنه معارض، إذا ثبت أنه ارتكب جريمة جنائية وانتهك القانون فلا نطلق سراحه بناء على طلب أمريكي مثلا وأنه خالف فيها القانون. أعتقد هذا السؤال للحكومة البحرينية أنه تقرر أبارنا عن سياستنا وجهة نظرنا يعني تجاه يعني هذا القضية يعني بشكل صريح وواضح. وهو أنه أوكي أكرر لمرة أخرى أنه كما قال ناطق باسم الخارجية الباري نرحب برفع حالة السلامة الوطنية اليوم ودعوة يعني جلالة الملك إلى الحوار بدون شروط مسبقة وحوار كامل وشامل بدأ من يوليو، ونعتبر يعني هذه الإجراءات يعني إيجابية وقد تمهد يعني الطريق إلى تلبية يعني
تطلعات الشعب البحريني. هذا بشكل عام. أما فيما يتعلق بمن هم تحت موقوفين أو متهمين أو معروضين للمحاكمة الآن، فهل يعني تنظرون إلى القضاء البحريني بشكل مستقل؟ ويعني القضاء يعني في البحرين أنا فعلا حضرتي محاكمات جلسات؟ لا ليس شخصيا، لكن نقدر يعني قرار السلطات لترحيب يعني الحضور من الدبلوماسيين. حضر أحد من السفارة؟ نعم اليوم حضرت يعني أحد من السفارة الأمريكية. وما تعليقكم على حضور يعني أعضاء من السفارة الأمريكية ومن منظمات حقوقية ومن صحفيين؟ هذا خطوة إيجابية ونرحب بذلك. طيب. وسنواصل في حضورنا إلى المحكمة. جيد. لننتقل لمحور آخر. سيدة ويليامز، اعتبرتم أو سؤالي هو عن حزب الله وحسن نصر الله. حزب الله في لبنان مصنف كمنظمة إرهابية. لماذا؟ معروف إنه نصنف حزب الله كمنظمة إرهابية يعني من زمان بسبب استخدام يعني هذه المنظمة العنف ويعني زعزعتها يعني الأمن واستقرار يعني في لبنان وخارج حدود لبنان. وأنا أعتقد إنه هذا موضوع واضح جدا يعني موقف أمريكا من هذه المنظمة لا نختفى يعني لا تختلفون عليه، لا نختلف على هذا. هل حاولتم إقناع إسرائيل مثلا بالتحاور مع حزب الله لإيجاد مخرج يعني لهذه المشكلة؟ هذا السؤال للحكومة الإسرائيلية. أنتم كولايات متحدة أمريكية، هل حاولتم إقناع إسرائيل مثلا أن تجلس على طاولة حوار مع حزب الله لإيجاد حلول سلمية لا هذا لماذا؟ لأن يعني نعتبر يعني منظمة حزب الله يعني منظمة يعني غير شرعية، منظمة إرهابية، وإسرائيل يعني شريك وصديق يعني للولايات المتحدة. إحنا المعارضة هنا تؤيد حزب الله، والشيخ عيسى قاسم الذي نحترمه ونقدره كرجل دين قال أنه إذا تعرض الصورة مرة أخرى، هذه هي المعارضة في البحرين، أننا لا نستطيع أن نجاري أي صوت يخطئ حزب الله. وهذا هي أيضا صور أخرى تحمل أعلام حزب الله وصور الخميني كما نرى. أيضا هناك علي سلمان في زيارة لحسن نصر الله في لبنان، صورة صغيرة إذا تكبرونها، أو هذه مؤيدين صور كثيرة طبعا. هذه مسيرات حاشدة، هذه هي جمعية الوفاق. لا رجع لي الصورة اللي قبل، هذه بزيارة لحسن نصر الله، ولكن الصورة اللي كانت فيها في جمعية الوفاق كما نرى يعني ترفع صور حزب الله ولها اتصال بحزب الله. فكيف أنتم يعني تتعاملون مع جمعية الوفاق؟ أعتقد إنه جمعية الوفاق هذا جمعية شرعية في البحرين وعند يعني السفارة. نحن ليس لدينا مشكلة مع حزب الله، لكنكم أنتم لديكم مشكلة مع إذا كان يعني
الشروط إن لا عندنا علاقة بأي شخص أو جهة وكان عنده لقاء مع حزب الله ممكن يعني إحنا نجلس في سفاراتنا يعني في الشرق الأوسط بوحدنا إنه أعتقد إنه كثير من الناس التقى يعني بحزب الله هو ليس التقاء فقط ولكن هناك ارتباط حتى في الخط الأيديولوجي يعني أنتم تعلمون يعني أن جمعية الوفاق يعني تعتنق أو تؤمن بولاية مذهب ولاية الفقيه الذي يؤمن به حزب الله والذي هو منشأه إيران خليني أن أكون واضح جدا موقف يعني أمريكا تجاه إيران يعني أن لا أولا ليست عندنا علاقة يعني بإيران حزب الله خلينا في حزب الله أوكي أولا كما قلت إنه نعتبر حزب الله منظمة إرهابية وأي شخص أو جماعة لها علاقة بهذا الحزب أيديولوجيا واتصالا ويعني يعني هناك خط مفتوح وكما نرى الأحداث في البحرين علق عليها حسن نصر الله بشكل حاد وأنا أعتقد أنه هذا كم من تنفعك أنه يعني شخص مثل يعني نصر الله يؤلق على الوضع في البحرين نظرا إلى يعني دعمه للاستخدام الأنف وزعزعت الأمور سواء في لبنان أو خارج حدود لبنان وكما قلنا أنه لدى السفارة الأمريكية في البحرين وللحكومة الأمريكية بشكل عام عندنا تواصل واتصالات مع كل الجمعيات وجهات الشرعية في البحرين وحسب معلوماتي أنه جمعية الوفاق هي جمعية مرخصة وشرعية ولكن بالنسبة حتى لكم الآن. بالنسبة لكم يعني ما عندكم مشكلة بأن تكون هذه الجمعية على صلة بحزب الله عندنا في منطقة يعني الشرق الأوسط عندنا تواصل واتصالات مع كثير من المجموعات طيب. سيدة ويليامز ألا تتفقين معي أن النموذج الدولة الدينية في إيران مثلا على سبيل المثال نموذج مقيد لحقوق الإنسان والحريات الشخصية خاصة المرأة وهو بعيد عن النموذج الدولة المدنية التي ندعو لها تتفقين معي في ذلك؟ أتفق 100% ويعني نعترف ونرفض أنه تحديدات واستغلال إيران الوضع في البحرين وفي الدول منطقة الخليج عموما ونعتقد انه هذا تمثل يعني هذه كل هذه التصريحات والضجة من ايران تمثل قمة النفاق نظرا الى داخل حدود ايران الحكومة الايرانية تمارس القمة ضد شعب الايران وتما يعني يوجد يعني انتهاكات يعني شاسعة للحقوق الانسان ونعتقد بان ايران لازم تلعب دور بنائي في المنطقة وان كنا ولا نزال واضح عن معارضتنا وكنا يعني عبرنا عن قلقنا عشان برنامج إيران يعني برنامجها غير يعني قانوني غير شرعي النووي ودعم إيران للإرهاب طيب أنتم تقولون أن يعني أنا لا أريد أن أتدخل في الشأن الإيراني داخليا إنما هي كنموذج لدولة دينية تحكم من قبل رجال دين ولها يعني طبيعة في التعامل مع العلاقات الحريات الشخصية وحقوق الإنسان ليست هي النموذج المثالي لأي دولة مدنية ممكن متطورة ديمقراطيا أو تتطور ديمقراطيا
جمعية الوفاق هنا ودعت دائما في نشراتها وبياناتها وفي الأحداث الأخيرة أنها لا تهدف إلى ولاية الفقيه، إنما تهدف إلى الدولة المدنية، وهم في النهاية من يطالبون المجتمع، مثلا الرئيس أوباما بالتحاور معهم لأنهم جمعية شرعية كما تقولون. يعني هل تعتقدين أن هذه الصورة مثلا، يعني إحنا إذا شفنا التدرج، يعني هل ممكن تثقين بأن جمعية الوفاق والمجلس العلمائي الذين كن لهم جميعا كل الاحترام والتقدير، لكن نحن نقارن بالدولة المدنية، ممكن تثقين أن نحن نكون تدعو إلى دولة مدنية؟ أعتقد أنه هناك يعني جهات يعني متدينة أو دينية، جهات كثيرة في البحرين، ونتعامل مع كل يعني هذه الجمعيات والجهات. والجديد بذكر وأشكرك على هذه الفرصة لأفسر يعني برامج يعني سفارة الولايات المتحدة هنا، برامج التبادلية ومن بينها، وكما قلت إنه تكثفت يعني وطيرت يعني هذه البرامج مع بعد تولي جلالة الملك الحكم في 99 وإطلاق يعني المشروع الإصلاحي، وما بين هذه البرامج هي ما يسمى مبي، وهذا مبادرة الشراكة للشرق الأوسط. ومن خلال يعني هذه البرامج ندعم المؤسسات يعني والمؤسسة القانونية والمجتمع المدنية، وتعزيز يعني هذه المؤسسات وحق المرأة، ونتبادل مع الشعب البحريني، وهذا يعني الدعم لمشروع المشروع الإصلاحي المشروع الإصلاحي يعني في هذه ما يعني ما مفهومكم للإصلاح والتطور الديمقراطي؟ كيف ترون يعني ما هي يعني الرؤية الأمريكية للتطور الديمقراطي في أي دولة كانت وفي البحرين بشكل خاص؟ وأعتقد أنه كما قال يعني الرئيس أنه ليس عندنا سياسة ما يسمى one size fits all في منطقة الشرق الأوسط، ولكل دولة يعني حالتها يعني فريدة ومختلفة، ونتعامل مع كل دولة يعني بشكل مختلف. كنا ندرك يعني في هذه موجة من التغييرات التي شفنا من خلال الستة أشهر الماضية، ما يسمى الربيع العربي، يعني هذه فرصة يعني تاريخية. وبينما فرصة لمن؟ فرصة للشعب، للشعب في العالم العربي. وفي الماضي انه كان الولايات المتحدة تتابع مصالحها يعني الجوهرية في المنطقة، ولا نزال نتابع هذه المصالح يعني بما فيها يعني مكافأة الإرهاب ووقف على نشر يعني الأسلحة النووية وتأمين التجارة الحرة والسعي إلى السلام بين العرب والإسرائيليين، ولكن كنا نرى وأدركنا إنه ما هذه موجة من التغييرات، إن في مصالحنا طويلة المدى لدعم الحركة نحو الديمقراطية وندعم، ولذلك وهذا يعني نقطة كثير مهمة، إنه ندعم دعوات الشعب العربي إلى النوع من الكرامة والشفافة والمحاسبة من حكوماتها. وكما قال الرئيس، إحنا يعني مستعدين لنتعاون مع
مع الحكومات التي تختار مسيرة الإصلاح ونحترم. كيف تقيمون الجماعات التي تأتي طلبا مثلا للمشورة أو للمساعدة أو التي لها مطالب مثلا؟ هناك يعني جماعات في الشعوب العربية كثيرة مثلا تطالب بإصلاحات وبديمقراطية ومزيد من الشفافية إلى آخره، ولكن هناك أيضا جماعات لها أجندات مثلا توجد في كل بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، في كل الدول في جماعات. أنتم كيف تقيمون أن هذه الجماعة ليس لها أجندة مثلا لإحداث انقلاب أو للتخابر مع دولة أجنبية أخرى، أو كيف تقيمون بمساعدة هذه الجماعة أو تلك يعني أو عدم مساعدتها؟ نحن وهذا يعني شيء طبيعي في أي مجتمع ديمقراطي، سواء كان في البحرين أو في أي دولة أخرى، نتعامل ونتناول مع الجهات الشرعية والأحزاب الشرعية ونسعى إلى تعزيز يعني المؤسسات ومشروع الإصلاح، سواء يعني في الصحة الاقتصادية أو الصحة السياسية. وأريد أن ألفت النظر، عندنا يعني برنامج مهم جدا هنا في البحرين ونفتخر في هذا، وهذا من خلال وزارة العدل وشؤون الإسلامية، وهذا برنامج تقودها إنه جمعية المحامين الأمريكيين، وهذا لتعزيز يعني مؤهلات يعني الوزارة ونتعامل يعني بشكل هناك كثير يعني سيدة ويليامز أن نحن نستفيد من الولايات المتحدة الأمريكية ومن خبرتها يعني وهذا يعني لا ننكره، ونحتاج دائما لخبرات يعني نتمنى أن دائما يكون هذا التعاون المشترك بين الشعوب في نتبادل هذه الخبرات، وأنتم يعني سابقون في هذا المجال. لكن أنا في بعض الأحيان يعني وأنتهز هذه الحلقة لبعض لإيضاح بعض الالتباس كما قلت، يعني من ضمن هذه المراكز التي أنشئت هناك يعني في البحرين هي مركز الدراسات الأمريكية في جامعة البحرين، وهناك بعض ليست شبهات ولكن بعض التساؤلات حول هذا المركز. قام مثلا بتدريب طالبة كمريم الخواجة في هذا المركز، وكانت هي حتى زميلة لبعض أعضاء من السفارة الأمريكية. الآن هذه المواطنة البحرينية يتم تسويقها في الولايات المتحدة الأمريكية في عند أعضاء من الكونغرس وعند بعض المنظمات الحقوقية من خلال شخصيات أمريكية أيضا. ألا تعتقدين أن يعني هذا النوع من الدعم هو الذي يقدم لمساعدة الشعوب يعني بهذا الشكل؟ أنت تقيمين يعني هذه المركز بتجربة شخصية واحدة يعني؟ لأنها شبيهة بتجربة مكررة وهي تجربة أحمد الشلبي. أحمد الشلبي شخصية عراقية كما نعرف، سوقت لاحتلال العراق بمعنى أنه هناك ظلم وهناك اضطهاد وهناك تعذيب وهناك نظام ديكتاتوري إلى آخره، وتم تسويق الاحتلال العراق أو حرب العراق عن طريق شخصيات عراقية مثل أحمد الشلبي. الآن مريم الخواجة تجوب الولايات المتحدة الأمريكية ومعها بمساعدة بعض الشخصيات الأمريكية، شخصية قتل خاص أعتقد أنه هل هي النسخة العراق البحرينية لأحمد الشلبي؟ هي ليست ضيف الحكومة الأمريكية، هي زائرة خاصة، هي يعني تقدم وجهة نظرها، وهذا شيء طبيعي. ألم يتم تدريبها في مركز الدراسات الأمريكية في جامعة البحرين؟ أعتقد أنه هي كانت يعني طالبة في جامعة البحرين، تتهمين يعني جامعة البحرين يعني، وأن هذا مع الأسف أنه هذه الضجة وكل هذا مؤسف جدا، لأن ننسى يعني هذا التعامل
تعاون العزيز وثابت، ويعني عندنا مصالح مشتركة ولازم نؤسس كل هذا. صدقيني أنا أحمل نفس الرغبة أيضا في هذا تعزيز هذه العلاقة، ولكن مثل ما تعودتم أنتم على المصارحة والمكاشفة، وهذا يعني نهج تعلمناه من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. مثلا أوكي أريد أن أشتغل، هي تدربت في هذا المركز. هي مطر مطر أيضا نائب كان تدرب في وزارة الخارجية الأمريكية. هو كان مشارك في برنامجنا، برنامج الزوار الدولي يعني، وهذا برنامج والله نفتخر فيها، وكنا ونرسل كثير من البحرينيين إلى أمريكا من خلال هذا البرنامج. وأيضا عندنا برنامج فولبرايت، برنامج متبادل، وكنت يعني أخيرا التقيت بالدكتور عبد اللطيف محمود، وهو طبعا الأمين العام يعني لجمعية التجمع والوحدة الوطنية، وكانت المترجمة، وهي تبع يعني التجمع، هي رجعت إلى بحرين مؤخرا من برنامج من أمريكا تحت مظلة برنامج فولبرايت، وكانت تجربة جميلة جدا لديها. فولبرايت برنامج قديم واستفاد كثير منه من البحرينيين، ونأمل أن يستمر أيضا، ولكننا يعني نسلط الضوء على بعض من يعني، وهذه هل نعتقدها صدفة أم لا، أن اثنين من الذين تعاونوا منكم الآن من المتهمين أو المقبوض عليهم في جرائم أو في مخالفات، تهم لم تثبت لكنها موجودة. هل هناك قضية ضد هذا الشخص الآن؟ ضد مطر هو كان من الموقفين، ما أعرف إذا كان أطلق سراح أو لا. لا أعرف أنه طيب. هو ما تعليقك على ما نشر من وثائق الويكيليكس؟ ما عندي تعليق. طيب من حيث المبدأ نتكلم، ليس من حيث هذه الخبر الذي نشر حول الاتصالات السرية بين قادة الوفاق والسفارة الأمريكية، لا تريدين أن تعلقي عليه تحديدا، إنما خلينا نتكلم من حيث المبدأ. الزيارات المتبادلة بين السفراء والنواب أو غيرهم أمر مشروع، يعني حتى يعني سفيرتنا في أمريكا تقابل أعضاء من الكونغرس وغيرهم يعني، إنما هل عدد هذه الزيارات يعني حين يكون مثلا مرة كل شهر بانتظام مع جهة معينة، هل يعتبر ضمن العمل الطبيعي عندما تقابل السفيرة الأمريكية أحد الأحزاب شهريا بانتظام؟ أستغرب، والله أستغرب من كل هذه الضجة على لقاءات عادية وطبيعية للسفارة الأمريكية في مجتمع ديمقراطي، وإحنا في السفارة الأمريكية نلتقي بكل الجهات يعني والجمعيات تتحدثون حول أمور حتى العامة لا يعلمون عنها، يعني مثلا هناك أمور سرية ذكرت في هذه اللقاءات، هل هذا شيء طبيعي من عمل من ضمن العمل الدبلوماسي؟ هذا شيء طبيعي جدا، ونلتقي بجهات يعني مختلفة في المجتمع البحريني نظرا إلى هذا مجتمع ديمقراطي، ليس كذلك؟ وإحنا نعم. وإنه عندنا يعني أولا التواصل المستمر والدائم مع الحكومة البحرينية، وهذا المصدر الرئيسي والاتصال الرئيسي ما بين يعني السفارة الأمريكية والحكومة. وأيضا عندنا يعني اتصالات والتواصل مع كثير من المنظمات غير حكومية، مع يعني رجال وسيدات الأعمال، مع يعني الشعب البحريني، مع الطلاب، مع أكاديميين، مع أصحاب الرأي والصحفيين مثلك والبحرينيين عاديين، وهذا مهم جدا صحيح لنحصل على الصورة. لكن الأمر يختلف حين تكون مجرد لقاءات وزيارات، وحين يكون هناك انتظام في هذه الزيارات، أو حتى حين يكون هناك يعني مضمون. أرفض يعني هذا طيب. هذا صحيح.
تكتبون في تقارير السفارة الأمريكية دائما حول المجتمع البحريني أن غالبية شيعية وأقلية سنية، هل عندكم إحصائية لا نملكها نحن في البحرين؟ من أين استقيتم هذه النسبة؟ أعتقد أنه هذا معلومات عامة، أنه هل هناك أحصائيات يعني لا أحد يملك هذه الإحصائية، من أين جاءت السفارة بالإحصائية؟ أنه هذا أعتقد أنه هذا معلومات عامة، أنه من المفترض لا ما في معلومات يعني ما في إحصائية، نحن لا نسجل في الجوازات أو في الجنسية سني شيعي، فكيف عرفتم أنتم أن هي غالبية؟ أعتقد أنه يعني تاريخيا أنه أغلبية يعني المواطن. ألا تتغير الديموغرافيات في دول العالم؟ يعني طبعا طيب طبعاً كيف حكمتم إلى الآن وتكررون في تقاريركم غالبية شيعية أقلية سنية؟ لو لم يترتب على هذا التصنيف وهذه النسبة أي تبعات؟ هل عندك يعني ليست عندي معلومات؟ لا ليست عندي ولا وأستغرب منهم. نرحب إنه أعتقد إنه هذه معلومات تاريخية وعادية، وأنتم تعرفون أن الديموغرافية في كل دول العالم تتغير ولا تثبت، لكنكم ما زلتم على هذه المعلومات القديمة التي إن كانت صحيحة حتى. إذا هذه المعلومات قديمة يعني نرحب بحصول على يعني مستجدات بدون تصنيف شيعي سني في البحرين. كيف لماذا تصرون على توصيف أن هناك أغلبية شيعية وأقلية سنية؟ ما عندنا لا في جوازاتنا ولا في إحصائياتنا ولا في تعدادنا المنشور أي شيء يذكر حول أعداد السنة والشيعة. أعتقد أنه هذه نقطة مهمة جدا، ولا نريد أن نركز على الطائفية، لأن لحد يعني وأعتقد أنه هذا شيء يعني مهم جدا، وكما يعني هل نعمل في التقرير القادم أن لا يذكر الغالبية شيعية وأقلية سنية؟ لا أريد أن أؤكد عن ذلك، لأن يعني نحصل على معلومات من مصادر يعني مختلفة، وأعتقد يعني لاحظت شخصياً وكما نرى يعني الفترة المقبلة لاحظت يعني ظاهرة مؤسفة يعني في البحرين، وهذا من خلال يعني خاصة الإعلام الاجتماعي، وهذا يعني استهداف الناس ويعني استخدام كلمات الانتقام والشطم والكراهية والغضب، وأتمنى أنه في ونحن نتمنى كذلك، لكنك تعرفين أن في هذه الفترات من في أي مجتمع هناك تظهر يعني ردود فعل عنيفة، وهذا شيء طبيعي، لكننا عايشنا هذا يعني في الولايات المتحدة، بس شعب البحرين يعني شعب مسالم وطيب، وأعتقد هذه الروح ستختفي يعني لن تبقى. إنما نعود لحديثنا حول التصنيف المذهبي في تقاريركم، أيضا تذكرون أنه أقلية حاكمة سنية وأغلبية شعبية شيعية، هل تعرفين مذهب الرئيس أوباما مثلا أو المذهب هيلاري كلينتون من؟ هل يذكر؟ يذكر أن الرئيس مسيحي. لا من أي مذهب؟ كاثوليك هو ولا هو بروتستانت أرثوذكس؟ هل تعني هذه الأمور شيء في الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم هذه يعني معلومات يعني عامة وعلنة، أنه لا نخفي يعني انتماءنا لأي دين، لكن لا تذكر هذه المعلومات أو هذه التصنيفات لا تذكر يعني لا تعني شيء للشعب الأمريكي أن هذا مذهبه من هذا، إنما في تقاريركم التي تكتبونها على البحرين دائما يذكر مذهب القيادة أنه هناك أقلية سنية تحكم أغلبية شيعية، ليش تصنيفنا حتى كشعوب وحكومات حسب المذهب؟ وأنتم لا تهتمون. هذا ليس يعني فقط يعني الحكومة الأمريكية التي تصنف يعني المشهد في البحرين يعني في هذه الطريقة.
طيب، في السنوات العشر الأخيرة حدثت إصلاحات كما تذكرين في البحرين، ولنستعرضها نستعرض معا بعض في هذه اللقطة الصغيرة أهم ما يعني حصل في هذه العشر سنوات الأخيرة. لو نشوفها المخرج يراوي لنا بس بلقطة سريعة. تكبر لي الصورة بس علشان يعني هناك محكمة دستورية مثلا، وهناك قانون للتجمعات، وقانون للانتخابات، وقانون ضد التعطل أيضا، وهناك أحكام الأسرة التي يعني ظهرت في البحرين. يعني إصلاحات قفزت بالبحرين يعني في مجتمعها الخليجي. احنا نعرف ان الكويت على سبيل المثال وهي الأقدم لا تملك حتى أحزاب سياسية، قانون الحساب السياسي، لكن في البحرين موجود يعني جمعيات سياسية، أيوة اللي هي بالتسمية فقط، لكن هو للأحزاب وأحزاب ممولة أيضا من ميزانية الدولة. نحن نمول يعني هذا تقدم كبير. هل تقارن هذه الإصلاحات في البحرين بدول عربية مثلا حدثت فيها ثورات؟ أليس من الظلم للتجربة البحرينية أن تقارن هذه البحرين بها إذا حدثت فيها احتجاجات؟ وأنتم أيضا في أمريكا تحدث احتجاجات، يعني فوجود الاحتجاج في أي دولة لا يعني، هل يعني أن إصلاحاتها غير كافية؟ لا أعتقد أنه يعني مشروع الإصلاحات يعني هذا مشروع متواصل مستمر، يعني ليس هناك يعني بداية ونهاية. هذا هو أنه نأمل ونتمنى أنه نتعاون مع الحكومة البحرينية في مشروع الإصلاح. وكما قلت أنه نعترف أنه لكل دولة يعني في العالم العربية حالاتها الخاصة والفريدة، والبحرين هي ليست الكويت، البحرين ليست يعني الأردن أو سوريا أو ليبيا يعني. لكن عموما يعني أعتقد أنه هذا نقطة كثير مهمة، أنه ندعم يعني حقوق يعني الشعب العربي يعني الأساسي. وسؤالي فقط، هل تقارن التجربة البحرينية بمثلا نأخذ كل دولة في مكانها؟ وهل تقارن البحرين بسوريا على سبيل المثال الاحتجاجات التي جرت هناك؟ لا لا. طيب سؤالي أنا، لأن الوقت يتدارك، حول التجربة العراقية لكم، هل تعتبرونها إذا كانت قصة نجاح أو لا؟ دعيني أقتبس من كتاب هو حرب $3 تريليون، الكلفة الحقيقية لحرب العراق، لجوزيف ستيجلتز الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد، وهو كتاب معروف صدر في 2800. يقول أن بات من الجلي الآن أن الغزو الأمريكي للعراق كان خطأ فادحا، فثمة نحو 4000 جندي أمريكي قضوا نحمهم، بالإضافة إلى 58 آخرين سقطوا ما بين جريح أو متأذي أو مصاب بمرض خطير، ناهيك عن 7300 جندي جرحوا. بالرغم من كل ما يمكن أن يقال عن بؤس وتعاسة نظام صدام حسين، فإن الحياة في الحقيقة أشد سوءا وعسرا على الشعب العراقي منها على أيامه، فقد دمرت طرقات البلد ومدارسه ومستشفياته وبيوته ومتاحفه، والمواطنين لا يحصلون على ما كان يحصل عليه من ماء وكهرباء قبل الحرب، العنف الطائفي ضرب أطنابه في البلاد، حالة الفوضى متفشية في العراق، الإرهابيين جاءوا من كل حدب ومن كل لون. هذه بعض الوصف للعراق. الآن الناتج المحلي في العراق بالكاد إلى مستواه ما قبل الحرب، واحد على الأقل من أصل 4 عاطل عن العمل. كل هذه الإحصائيات ذكرت في هذه الحرب وأكثر منها في هذا الكتاب حول العراق. هل تعتبرون العراق قصة نجاح؟ نعتقد أنه يعني الطريقة نحو الاستقرار والأمن يعني في العراق يعني طريقة رأينا يعني التحديات الكثيرة ودفعنا يعني كأمريكيين يعني الثمن، و
بخسارة يعني العسكريين وأيضا خسر يعني الشعب العراقي كثير. ولكن الآن وأعتقد أن الحكومة البحرينية فعلا لعبت دور مهم جدا لدعم يعني الحكومة العراقية الجديدة بتأسيسها يعني السفارة البحرينية وكل هذه العلاقات. نأمل أن تقابل هذه المبادرات بالمثل، ولكن مع الأسف هناك يعني نرى أن موقف حتى الحكومة العراقية من الأحداث البحرينية لم تكن على المستوى. سؤالي هو يعني اليوم تريدون الانسحاب من العراق، نعم، وتريدون تأمين خروجكم من العراق ومن أفغانستان حتى بأقل الخسائر. هل ما حدث وما قيل الآن أن هناك صفقة لخروج الجنود الأمريكيين من العراق وأفغانستان وتأمين سلامتهم مقابل أن يعزز الدورة الشيعي في البحرين؟ لا أبدا، أنه استغرب يعني من احنا نذكر كل ما يقال حتى نسمع اجابتكم. كل هذه المؤامرات يعني فما في ما يوجد علاقة يعني بين يعني ما حدث يعني وعلاقتنا الثنائية الراسخة وثابتة يعني في البحرين، وطبعا علاقتنا مع الحكومة العراقية. وكما يعني فضلتي انه سننسحب يعني القوى العسكرية وستنتهي يعني مهمة يعني الجيش الامريكي يعني في هل العراق. تكون العراق اكثر امنا ام اكثر دمارا؟ هذا يعني مشروع متواصل يعني ونتعامل مع الحكومة يعني العراقية كشريك يعني كحليف يعني، لكن بالنسبة للشعوب العربية والخليجية يعني نحترم تطلعات يعني الشعب العراقية. بالنسبة للشعوب الخليجية يرون هذه التجربة نموذج مخيف بالنسبة لهم، ولا يريدون أن يتكرر هذا النموذج في أي دولة من الدول الأخرى يعني. وأعتقد لذلك يعني مهم جدا أن للحكومات وكما أنا أعتقد أنه البحرين يعني هي النموذج يعني في هذا الصدد لتعزيز يعني التواصل مع الحكومة. نتمنى ذلك سيدة وزيرة، لكن هناك مخاوف عند كثير من مكونات الشعب البحريني الآن. كما ترين السنة بالتحديد مثلا، هم يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعامل بإنصاف مع كل الفئات، يعني الجماعة الذين ظهروا في الفاتح وشفتيهم وهم جماعة التجمع الوحدة الوطنية، هؤلاء كانوا يبعدون عن السفارة الأمريكية بضعة كيلومترات، ويبعدون عن السطول الأمريكي اللي موجود في الجفير أيضا بضعة كيلومتر أقل حتى يمكن من كيلومتر يعني. هم يعني يرهنون هذه العلاقة الأمريكية البحرينية التاريخية الطويلة، لذلك هم ما زالوا على يعني يعتبرون أن يفضل أن يكون هناك تواصلا أكثر مع كل فئات المجتمع البحريني وليس مع فئة دون أخرى، وأن يكون الخطاب حين يأتي على مكونات الشعب البحريني لا يعني أنه الشيعة فقط. نعترف نلتقي مع كل الجهات والجمعيات في البحرين، وعندنا التعاون واللقاءات يعني مستمرة مع تجمع الوحدة الوطنية. التقيت معهم يعني الأسبوع الماضي ونعترف إنه في وجهات النظر المختلفة. لكن هم يرون هناك، أنا أنقل لك هذه المخاوف والتي يعني حملوني لها، أن هناك وكأن تكرار لسيناريو العراق بكل تفاصيله بما فيهم أحمد الجلبي، ومثل ما ذكرت هو ليس هنا. لا ليس لكن هناك نموذج بحريني يتم تسويقه كأنه بالمثل. هناك أيضا حتى خطاب الرئيس أوباما نظر إلى مكونات الشعب البحريني من جهة واحدة فقط التي هي ظهرت في الدوار ولها احتجاجات، في حين أن هذه الجماعة التي ترينها على مد الشارع شفت هذا شخصيا
الى يصلون الى السفاره؟ يعني انا ما اعتقد هذا يراهن على اعدادهم. لا، السيارات كانت على الطريق، يعني هو الى الاخير الى نعم. هذه يعني هذه الجماعه يشعرون بالغبن حين يقال الغالبيه الشيعيه والاقليه السنيه والتكواتر. هناك ايضا يرون هناك هضما لحقوقهم حين يذكر في الرئيس اوباما ان مطالب الشعب وهم غير مطالبهم غير التي كانت فيه. هناك اختلاف وتباين في المجتمع البحريني. نعم. هل ينظر تنظر الإدارة الأمريكية إلى هذا التباين؟ ننظر إلى وأنهم لهم مطالب مختلفة وأحيانا هناك مصالح متضاربة. لا لا أبدا، يعني ننظر إلى المشهد البحريني وندرك أنه في جهات يعني مختلفة، ونتمنى أن تتجنب يعني كل يعني الجهات يعني الطائفية، أن هذه ظاهرة خطيرة وغريبة حتى على المجتمع البحريني. ونعم نأمل أن لا تعزز هذه السياسة الأمريكية هذا الانقسام. وطبعا طبعا نرى إلى يعني الفترة المقبلة يعني كفرصة يعني للمسالحة الوطنية. صحيح، انما يعني احنا انقل لك مشاعر وبعض ما حملت. ايضا هناك من ينظر الى هذه المصالح الامريكيه في المنطقه ككل وليس في البحرين، لان كما تعرفين البحرين من منظور امني لا تعني فقط امن البحرين انما امن المملكه العربيه السعوديه. والبحرين تبعد 25 كيلومتر فقط عن المملكة العربية السعودية وكلها آبار النفط في هذه المنطقة، فأي اضطرابات تحدث في البحرين تؤثر على المملكة العربية السعودية وعلى المصالح الأمريكية المشتركة ما بين الجميع. فيعني الأمن في البحرين يعطيك الصحة. أنا شاكرة لك سيدة ويليامز على هذه التوضيحات، ونأمل أن نكون يعني الشفافية التي يعني تعاملنا فيها لم تكن فيها أي ضيق أو يعني استأتي منها. شكرا جزيلا على هذه الفرصة. شكرا سيدتي. شكرا. وأختم في اللقاء أننا نؤكد أن احنا في البحرين رغم صغر مساحتنا وقلة تعداد سكاننا قياسا بأصغر ولاية أمريكية، لكننا شعب كبير في مكانته عند الجميع، لأننا شعب محب للسلام عاش طول تاريخه العريق الممتد من قبل الميلاد 5000 سنة قبل الميلاد منذ عهد دلمون وتايلوس في أمن وسلام. والعالم كله يعرف أن احنا شعب مضياف يرحب بكل الناس وما يشعر أحد في البحرين أنه غريب عن بلاده. البحرين رغم صغرها لكن حضنها كبير وقادر على احتضان الكل، ولن تعجز عن احتضان أبنائها. من يعيش في البحرين ما يرغب في مغادرتها ولا تركها. إحنا أقل الشعوب هجرة للخارج، ليس لأننا مرفهين أو لأننا أغنياء، لا، لأننا نعشق هذه الأرض ونعشق كل ذرة في ترابها. ونجحنا كشعب في البحرين من سنة وشيعة ومسيحيين ويهود أن نتعايش في سلام وبمحبة. ما عرفنا الصراعات ولا عرفنا الحروب الأهلية والحمد لله. إحنا شعب البحرين نحترم الآخرين ونحترم حقوقهم ونحترم الاتفاقيات ونحترم المصالح المشتركة اللي تربطنا بدول العالم. نتمنى الخير لكل الناس، نتمنى السلام والأمن للشعوب كافة ومن ضمنهم الشعب الأمريكي، سواء كانوا الأمريكيين اللي يعيشون داخل أمريكا في وطنهم الأم أو يعيشون بيننا في وطننا. ما نتمنى أن يمر أي شعب بتجربة مثل اللي مرينا فيها، تجربة روعت نسائنا وأطفالنا وروعت المواطنين والمقيمين. ما نتمنى أن تشعر أي أم بخوف على مستقبل أبنائها أو على مستقبل وطنها مثل اللي شعروا في أمهاتنا البحرينيات قبل فترة. ونتمنى لذلك أن تترك الدول الأخرى البحرينيين يحلون مشاكلهم بروحهم كما اعتادوا دائما، وتحترم بقية الشعوب والدول الأخرى المجاورة وغير المجاورة سيادتنا، وتحترم حقنا في تقرير مصيرنا. فإحنا رغم صغر مساحتنا ورغم قلة تعداد سكاننا إلا أن لنا قدر واعتزاز بأنفسنا وبعروبتنا وبسيادتنا، وعندنا قدرة أن احنا نتخطي أزماتنا قدرة تدهش الآخرين. التجربة الأخيرة خير برهان أثبتت أن البحرين حقا بلد الإيمان. تصبحون على خير، أشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.
دار الكلمه داينها هي من ولا منها.